من محبي النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لم يعلق أو يغرد على مواقع التواصل الاجتماعي عن عقده المسرب مع نادي برشلونة اللي فاق نصف مليار يورو في آخر 5 سنوات واللي خلاه هو الأعلى رياضيا في التاريخ من حيث الأجر. طبعا حتى أنه صحيفة الموندو أسمته العقد الفرعوني الذي يدمر برشلونة. جماهير اللاعب الأرجنتيني انقسمت ما بين الدفاع عن البرغوث والهجوم عليه، حتى أن البعض حمل ميسي مسؤولية الديون المتراكمة على النادي الكتالوني. فهل استحق ميسي هذا الأجر؟ وهل استحق الموضوع أصلا كل هذه الضجة؟ ينضم إلينا من دبي صانع المحتوى محمد عواد. أهلا بك أستاذ محمد. هل استحق ميسي بالفعل هذا الأجر اللي رآه البعض مبالغ فيه؟ المسألة جدا معقدة، يعني لما نسمع إحنا كأفراد سؤال سريع إنه 550 مليون جميعنا حنتكلم إنه الرقم كتير كبير، رقم كتير مجنون. لكن ميسي تحديدا بالنسبة لبرشلونة حالة خاصة للغاية، يعني الأندية الكبرى في كرة القدم جميعها لو سألناهم مين نجمكم الأول أو مين أكثر لاعب له فضل على النادي، دائما في اسم أو اسمين بتنافسوا. في برشلونة لا نقاش، ميسي على طول. يعني في مدريد كريستيانو رونالدو راح يلقى الناس تقول دي ستيفانو مش رونالدو. دائما كل فريق في له أسطورتين أو ثلاثة، برشلونة الرقم واحد هو ميسي، هذا محسوم. هذا أولا. ثانيا الرقم كفلوس كتير، رقم هائل، وبرشلونة نادي مديون زي ما بنعرف. بس ميسي مش هو مشكلة برشلونة لوحده، يعني ميسي عقده، يعني ربما الموندو تكلمت عن عقد ميسي. مشكلة برشلونة بشكل عام أنه جميع أجوره كانت أعلى من السوق، وبرشلونة هو أعلى نادي يدفع أجور في العالم، مش بسبب ميسي، بسبب كل أسلوبهم كان في خطأ بشكل عام. الآن بالنسبة لميسي تحديدا هناك أرقام وحقائق تؤكد أنه 20% من اللي بروحوا على الكامب نو يشوفوا المباريات أيام ما كان في جمهور ما بروحوا عشان يحضروا المباراة، بيشوفوا عشان بدهم يشوفوا بس. هو ده اللي قاله المدافعين عن ميسي محمد، برشلونة قالوا أنه برشلونة بيحصل على 95 مليون يورو سنوية من بيع التذاكر، ميسي بيساهم لوحده ب 20 مليون يورو، هل ده صحيح؟ نعم نعم، هذه أرقام حقيقية. هناك كثير ناس تم يعني دراستهم في الماضي، طبعا هي دراسات مش دقيقة علميا، لكن تم دائما استفتاء رأي الناس اللي بروحوا على الملعب. في منهم ما بيحضروا كرة قدم بس بيعرفوا شيء اسمه ليونيل ميسي، وبيعرفوا انهم عشان يشوفوا ليونيل ميسي لازم يروحوا على الكامب نو، فبروحوا وبيدفعوا هذه المبالغ. مش بس هيك، مبيعات القمصان، عقود الرعاية، كثير في عقود رعاية لبرشلونة هدفها الحقيقي والرئيسي انهم يحصلوا على صورة ليونيل ميسي ويعملوا معها إعلانات لاحقا. طيب ميسي اعتقد يدفع راتبه، يعني هناك قاعدة في التجارة انه مدير المبيعات الشاطر يجلب راتبه، وميسي مدير مبيعات شاطر. طبعا الموضوع كده، لماذا اثار الموضوع محمد كل هذا الجدل الكبير على مواقع التواصل الاجتماعي، حتى ان البعض بدأ ان هو يحمل ميسي مسؤولية الديون المتراكمة على النادي الكتالوني؟ التوقيت هو الأساس، لأنه برشلونة الآن نادي يعاني ماليا جدا، وهناك تصريحات من رؤساء أنديته المرشحين، يعني مرشحين لرئاسة النادي، عن احتمال إفلاس النادي، وهذا طبعا كلام خطير. هذا الشيء الأول. الشيء الثاني، صحيفة الموندو لعبتها بشكل جميل جدا، يعني صحيفة الموندو كتبت الرقم بتسع خانات، كان مرعب بالنسبة للناس الرقم لما تشوف رقم تسع خانات. حتى أذكر أني أنا اضطريت أكتب على ورقة عشان أعمل فيديو يوما ما عشان ما أخربطش ورخانة. فالناس كانت طريقة العرض. ثالث شيء والأخطر من ذلك أنه ليونيل ميسي خسر جزء من شعبيته بجماهير برشلونة بعد الصراع اللي دخل فيه بالصيف الماضي، اللي كان متعلق بشكل رئيسي أني أنا بدي أطلع وبدي أرحل عن الفريق. الآن في معركة داخل برشلونة، واضح هناك حلف بارتوميو الرئيس السابق ما رضي على اللي عمله ليونيل ميسي واللي كانت نتيجته بالنهاية الإطاحة برئيس نادي، وكان في رد بتسريب العقد. والشيء الأخطر من ذلك أنه تسريبات العقود في كرة القدم مش موجودة، مش ثقافة. المرة الوحيدة اللي تسرب فيها العقود كان عبر ما يعرف بفوتبول ليكس، وهي عملية قرصنة إلكترونية غير قانونية. وانت هنا دخلتني يا محمد على القرصان في النهاية. النقطة فعلا اللي أنا كنت عايزة أسألك فيها، وهو أنه رغم أنه أصلا برشلونة طلع بيان وشجب تسريب الموندو المعلومات الخاصة بالعقد، وقال أن دي معلومات سرية وأنه لا ينبغي، لكن البعض قال أنه هو برشلونة هو اللي قام بتسريب أو تعمد تسريب العقد. إيه دوافع برشلونة في ده؟
شوفي، انا ما بعتقد انه اللي سرب هي اداره برشلونه الحاليه، يعني كان في اداره سابقه جميعها خرجت، وجميعها تنظر الى ميسي بشكل او باخر بانه اصبح عقبه في السنوات الاخيره للفريق. يعني اصبح ميسي اذا يريد احضار جريزمان، ميسي لا يريد جريزمان، فتم اجباره على ذلك. بدا البعض من الاداره السابقه يشعر انه ميسي عقبه. الاداره الحاليه هي اداره مؤقته، لا مصلحه لها لا بالتسريب ولا بعدمه. اعتقد ربما هو موظف، ربما بالنهايه نكتشف ان الحكايه، لانه سيحدث تحقيقات، مجرد موظف غضب زياده عن اللزوم من ليونيل ميسي، ربما موظف تاكد وتحقق انه ليونيل ميسي ذهب الى فريق اخر وأراد التسريب للصحافة، لأن هناك أربع أطراف كما يقولون لديها العقد، رابطة الليغا، وهذه مستحيل تسرب لأنه هذا سيضر سمعة الليغا جدا، شركة المحاماة، وأستبعد ذلك لأنها أدرى بخطورة ذلك قانونيا، ويبقى ليونيل ميسي وبعض أعضاء إدارة برشلونة السابقين. ميسي مع بارتوميو خرج وهاجمه مرة ومرتين وثلاثة بالعلن، فطبيعي جدا أن نتوقع الرد إما من بارتوميو أو أحد رجال بارتوميو. العلاقة بينهم لم تكن طيبة في أي يوم من الأيام صراحة الاثنين. يعني طيب، هو صراع كبار برضو يعني كما يمكن أن نسميه. محمد، أنت بحكم أنك صانع محتوى ومهتم دايما بيتم نشره على مواقع التواصل الاجتماعي، لما تابعت الأزمة دي والجدل الكبير ده، كانت إيه أبرز التعليقات الصادمة اللي نشرت عن هذا الموضوع؟ خليني احكي انه الناس في العالم العربي تحديدا بخصوص ريال مدريد وبرشلونه، يعني الجميع يتكلم، الجميع يحب، يعني الجميع يتابع ريال مدريد وبرشلونه. هناك اللي غريب كان شوي انه في بعض الاطراف البرشلونيه اللي رات الرقم، لان هي قلقانه على ناديها من ناحيه الديون اللي عليه المتراكمه، رات انه الرقم فعلا هو المشكله. وانا اعتقادي الشخصي انه الرقم كان مجرد مبالغ فيه صحيح امام الناس، لكن بتفاصيله هو رقم دفع ثمنه. لكن اهم تعليقات ربما اللي حصلت انه من سيدفع عقد ميسي بعد ذلك، يعني ميسي سيخرج، مين النادي اللي الان في ظل جائحه كورونا وغياب الجماهير والاثار الاقتصاديه مستعد يدفع لميسي هذا الاجر؟ مساله اخرى، هل ميسي بهذه الاربع سنوات تحديدا دفع هذا الاجر؟ لانه برشلونه ما بين 2017 لليوم وهو يتلقى ريمونداده تلو الاخرى، مره مع روما مره مع ليفربول، ولا يحرز دوري الابطال ويحرز الدوري صحيح، لكن ريال مدريد كان عم بيحرز دوري ابطال ثلاث مرات في هذه الفتره القصيره. طيب، فهذه المساله يعني هي دائما الاساس، انه هل ميسي بهذه الفتره استحق هذا الراتب، والا ميسي تلقى هذا الراتب بناء على تاريخه وليس حاضره. محمد، شايف انه كل هذا الجدل ونشر العقد الخاص بميسي والافصاح عن الرقم الكبير في الوقت اللي فيه اصلا العالم بيعاني من ازمه اقتصاديه نتيجه الفيروس كورونا والاغلاق العام، هل شايف ان الموضوع ده بينتقص من شعبيه النجوم بحجم ميسي، ام هو فوق هذه المرحله وتخطاها؟ يعني بالمرحلة المؤقتة نعم، لأنه مثلا لازم، يعني خليني أخذ، أنا معلش بدي أقارن في شيء تاريخي، في عز الأزمة المالية العالمية 2008-2009 تعاقد ريال مدريد مع رونالدو وكاكا وتشابي ألونسو وجلب كوكبة نجوم. فوصل الأمور أنه وزيرة ألمانية تخرج وتنتقد الموضوع، يعني أنه بعز الأزمة المالية تدفع هاي الأموال باللاعبين. الآن في إسبانيا هناك بطالة أعلى من الوضع الطبيعي، هناك في العالم بطالة أعلى من الوضع الطبيعي نتيجة الظروف اللي موجودة بسبب الجائحة. فأكيد في ناس كثير لما شافت الرقم شعرت بالظلم أو شعرت بعدم المنطق، بأنه كيف للاعب أن يأخذ 200 أو 300 ألف دولار بالثانية الواحدة، وإحنا بنشتغل ممكن 10 سنوات عشان نأخذ هذا الرقم. فأكيد الناس تشعر بهذا الظلم النسبي، لكن المسألة كثير معقدة والناس لازم تستوعب، والأمر تخطى الظلم، ما فيش مقارنة يا محمد أصلا. يعني الموضوع الأمر أبعد بكثير من فكرة الظلم. دخل ميسي يعني أبعد بكثير من متوسط الدخول في العالم، يعني الأمر صحيح مش محل مقارنة أصلا. صحيح، بس لازم نكون واقعيين، لازم نكون واقعيين. ده ميسي، ميسي ميسي جزء أساسي من صناعة كرة القدم اللي بتوفر ملايين الوظائف. صحيح، أنا بشكرك. للأسف أنا وقتي وقت هذه الفقرة انتهى، وهي نقطة مهمة اللي ختمت بيها. أنا بشكرك جزيلا محمد عواد صانع المحتوى، شكرا لوجودك معنا من دبي. شكرا.